لما اكلم الحاج محمد بقى. يا حاج محمد. بابا. ايوه بابا، انا كنت عاوزه فلوس. انا سايب لك كل حاجه على الترابيزه. على الترابيزه فين؟ قدامك اهي. دي؟ ايوه هي دي. لا مش مصدقه نفسي. ماشي يا حاج محمد، وانا بكره هتلاقيني الصبح عندك. لا انا اكيد واحد مش حقيقه ده. يلا مع السلامه يا حاج، رعاية الله. ايه ده؟ فين الفلوس؟ اه على الترابيزه. ايه ده؟ فين الفلوس الكتيرة؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ دي بابس يا بابا. وبكام دي ان شاء الله؟ دي ب 100 جنيه. طب وجبت فلوسها منين؟ ده انت يا بابا الاساس اديتني فلوس. انا اديتك حاجة يا بنتي؟ الفلوس كانت على الترابيزة يا بابا، انا خدتها يا بابا. وانت اللي خدت ال 100 جنيه اللي كانت هنا؟ انت يا بابا ودي خدي فلوس من على الترابيزة. انت قصدك لما كنت بكلم الحاج محمد؟ كنت بتكلم الحاج مين؟ ايوه يا اختي، كنت بكلمه في التليفون. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لا ما تعمليش، انا اللي هعمل. تعالي يا طيبتي. تعالي.